compound action potential. Compound action potential by دكتور خالد عبد الفتاح أبو الفضل. للتواصل عبر الموقع خافضل.احلامنتدى.net وعلى الفيسبوك سوق في سيرج جروب وعلى اليوتيوب دكتور خالد اي أبو الفضل شانل. ملحوظة صغيرة، احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا على الاكشن بوتنشن وفرقنا بينه وبين الريستنج ميمبرين بوتنشن، وعرفنا الفيسز اوف اكشن بوتنشن والايونيك بيز بتاع كل فيس. النهاردة ان شاء الله هنتكلم على نوع بسيط جدا من انواع الكومباوند، من انواع الاكشن بوتنشن، بسميها كومباوند اكشن بوتنشن. من الاسم كومباوند يعني معقد، مش سيمبل اكشن بوتنشن. طيب يعني ايه بقى كومباوند اكشن بوتنشن؟ زي ما احنا متعودين دايما ببدا بديفينيشن، افهم معنى الحاجه تبقى الامور سهله وواضحه قدامي. كومباوند اكشن بوتنشن هو عباره عن اكشن بوتنشن ولكن with multiple peaks. الاكشن بوتنشن العادي نفتكره مع بعض التكرار بيعلم الشطار، كان بيبقى بالشكل ده، ادي الريستنج ستيت، ريستنج ميمبرين بوتنشن، عملنا ستيميليشن لتنتي بيريود، بدا الاكشن بوتنشن دي بولاريزيشن، ثم حصل بعد كده الايه الريبولاريزيشن بالفيسز بتاعتها، ثم رجعت للريستنج ستيت بالشكل ده، فكان له 1 بيك، قمه واحده. لكن لو جيت ابص على الرسمه اللي قدامي ديت، انا ما لقيتش قمه واحده، انا لقيت كذا قمه، ولذلك بقول عليه مالتي بيكد اكشن بوتنشن او اكشن بوتنشن ويز مالتيبل بيكس. يبقى انا جيت اشوف الاكشن بوتنشن لقيت له مالتيبل بيكس، يبقى بقول عليه مالتي بيكد اكشن بوتنشن او اكشن بوتنشن ويز مالتيبل بيكس، او بسميه كومباوند اكشن بوتنشن. طب ده بيحصل امتى او بيحصل له ريكوردنج امتى؟ ريكوردد if a mixed nerve is stimulated. mixed nerve يعني انا عندي نيرف فايبر فيه multiple several types of nerve fiber، مش مجرد single fiber بس، ده فيه several types of nerve fiber، فيه contain many nerve fiber. والnerve fibers مختلفة في thickness، في الطيب، في الديستانس من السيرفس. يعني لو عملت ابلكيشن للستيمولس هنا، هل الستيمولس ده هيبقى قريب من النرف الاولاني زي الثاني زي الثالث زي الرابع؟ لا. يبقى كومباوند اكشن بوتنشن از ان اكشن بوتنشن وذ مالتيبل بيكس، بقول عليه مالتي بيك اكشن بوتنشن، ريكوردد اف ا ميكسد نرف از ستيمولييتد. طيب الميكانيزم بتاعته زي ما لسه قايل، the mixed nerve contain many nerve fibers with different threshold for stimulation. كل واحد محتاج certain threshold of stimulus for stimulation. كل nerve fiber بعيد مسافة معينة عن الالكترود اللي بيعمل stimulation. كل nerve fiber نتيجة الثيكنس المختلف بتاعه له different speed of impulse conduction. يبقى نتيجة هذه different factors زي ما واضح في الرسم عندي في mix النيرف في الشكل ده، نتج عندي ايه؟ multi-peaked action potential. يبقى ال multi-peaked action potential occurs فين؟ لما يكون انا عندي mix النيرف. ليه؟ لان threshold for stimulus, distance from electrode, speed of conduction vary with one fiber to another until maximal stimuli are reached. يعني انا كل ما زود للانتنسيتي اوف ستيمولس، للسترينث اوف ستيمولس، هيحصل ايه؟ ريكوردنج الاكشن بوتنشال، لحد ما اوصل لايه؟ لماكسيمال ستيمولس، هلاقي كل النير فايبرز ار اكسايتد جيفنج ايه؟ ماكسيمال ريسبونس. وبالتالي الاكشن بوتنشال العادي اللي هو السبايك بوتنشال او السمبل اكشن بوتنشال العادي ده اوبيز اول اور نان لو. انا عندي ستيمولس يا يدي ريسبونس ماكسيمم يا ما يديش. لو زودت الانتنسيتي اوف ستيمولس مش هتفرق. لكن في الكومباوند اكشن بوتنشال اللي هو الاكشن بوتنشال بتاع الميكسد نيرف نوت اوبي اول اور نان لو. ليه؟ لان انا كل ما هزود الانتنسيتي اوف ستيمولس
كل ما هيحصل تشينج في الريكوردنج الاكشن بوتنشال، عمل لي كومباوند اكشن ايه، كومباوند اكشن بوتنشال زي ما هو واضح عندي. يبقى تو سمرايز الكلمتين الصغيرين اللي انا قلتهم، عرفت يعني ايه كومباوند اكشن بوتنشال از ديفينيشن از اكسبلانيشن اوف ذيس مالتيبل بيكد او مالتي بيكد اكشن بوتنشال. التواصل عبر الموقع فضل دوت احلى منتدى دوت نت، وعلى الفيسبوك سوق في سيرج جروب، وعلى اليوتيوب دكتور خالد ايه ابو الفضل شانل. نسألكم صالح الدعاء.